ازيكم ورحمه الله وبركاته؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ادهم، معاكم مازن، معاكم مروان، معاكم معتز. ورجعنا لكم النهارده فيديو جديد وتحدي جديد. وتحدي النهارده هو لو خير، وطلبتوه مننا كتير وقلنا نعمله. وانا مروان فريق. وانا ومازن فريق. يلا بينا بقى عشان نبتدي. يلا بس قبل ما نبتدي هنعد من واحد لحد خمسه، عشان واللي مشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، واللي ما دسش لايك ينزل يضغط لايك. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، يلا اضغطوا لايك. كله ينزل يضغط لايك، واللي ما ضغطش لايك يضغط بسرعه بسرعه بسرعه. بس كده قوم يلا. ودلوقتي الجوله الاولى، وانا هسالك يا مروان. بص يا مروان، اول سؤال، لو خيروك يا مروان عبد الرحمن عيون، لو خيروك يا مروان تاكل ايس كريم بالشطه او ماسك شوكولاته؟ يعني ايه او ماسك شوكولاته؟ ماسك شوكولاته، ماسك يتحط على وشك ده. ايوه ماسك شوكولاته، ماسك يعني يتدال على وشك كله شوكولاته. ماسك ممنوع. اكس اكس اكس. هتاكل يعني ايس كريم بالشطه؟ يس، بس ما تكترش الشطه. ايس كريم بالشطه، بس ما تكترش الشطه. ايس كريم بالشطه، محدش يكتر الشطه، هتجهل تعمل مخص في بطنك. انا جيت اهو يا مروان باول حاجه. اوكي نفتح. الله، ايس كريم كيت كات. ساري شطه كيت، شطه ايه كمان؟ شممني ريحتها كده. حد يشم ريحه شطه؟ رهيبه رهيبه بشعه. اختار لي كاميرا. خد يا مروان الحتتين بس. اكلي مين؟ مش هينفع اكل كل ده. انا حته صغيره، الحته صغيره مش حته كبيره اصلا. ايه حته بس؟ يا جماعه بيقول لي. طب استنى اهو. يلا مروان، يلا مروان، يلا بسم الله. سمي الله كده، وخدي الحته اللي انا حطيت لك فيها شطه. الحته اللي حطيت لك فيها شطه مروان، الحته اللي فيها شطه لسه. انت فين؟ احنا اللي فيه. ايوه طلعت تاني. هي دي. يلا بقى، هي بقى الحته دي مش بتاعت تاكل اللي حوالينا. يلا ميه لو سمحت، ميه بس الحته دي ومن بعدين بقى. يلا خلصي خلصي يلا عشان ما تخسريش. يلا شاطرة، قومي يلا اجري اشربي بسرعة 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 بسرعة. انا عموما نفذت العقاب وكنت قده واخدت وحوح لي بقي. شايف؟ شاطر يا عبد، انت كده بيس. طب ليه؟ طب انا ما عملتلكوش حاجة، انا بحبكم كلكم، ليه تجيبوا لي كده شطة؟ ومعتز غدار. وكده بقى يلا الجولة الأولى لمازن. انت سؤال صح حبيبي مازن. انا بحب مازن جدا. وكمان الجمهور بيحبه. هبة وردة، لو خيروك تاكل بصل ولا توم؟ بصل طبعا. هتاكل بصل؟ اه. هتاكل كل اللي هيجيلك من بصل؟ لا مش كتير. اهو مش كتير. مرام اكلت حته صغيره. ماشي ماشي. انا اكلت ثلاث حتت. انت بتحمد ربنا. اتفضل يا مازن. ايه كل دي؟ وجبه شهيه. انا كنت اختار التوم احسن. لا لا البصل احسن. كلها؟ كلها. طب ممكن ميه؟ كلها من غير ميه. هنجيب لك مروحة من قبل ولا مازن؟ كلها ها؟ وفي ميه، روح هات لي ميه. بس يا مروان سيبيه. انت اقوى من البصل. اجمنت. كلها كلها مرة واحدة. احسن. مش كفايه. تعرف البصل ده بيدي مناعه للجسم الانسان، بيخليه يسوي. هتقعد ترفس كده. كل يابا يلا. ما كنتش لو دقت كل ده. انت لو دقت اللي انا دقته. لا لا طماطم طماطم كلها 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 هو طماطمه كمان. قطمه كمان. ده انت لو دقتها في قطمات. قطمه ثانيه. يلا يلا اجري اشرب اجري اشرب اجري اجري. الحمد لله انا فشت العقاب بتاعي وافترت واحده من لو خيروك. وما كان معتز كمان اختار لي عقاب وانا نفست منه وكان برضو حراق. وكده نتيجة واحد واحد. ويلا بينا على الجوله الثانيه لمروان. بص يا مروان،
محمود جيمز بيقول لك لو خيروك تعطي حلوياتك كلها لاخوكي مازن ولا تضربي مازن قلم؟ اضرب مازن قلم. تديله كل الحلويات بتاعتك ولا تضربيه قلم؟ اضربه قلم. تضربيه قلم؟ استنى استنى بالراحه. ايه ده ايه ده؟ استنى استنى اكتب عشان خاطر الجمهور. حد يجي يكتف له ايده بس عشان لا لا هو الراجل عشان خاطر الجمهور بس بالراحه. لا ده انا انت تعرفش انت ما تعرفش انت. ليه يا محمود؟ ليه؟ ليه تخليني اضرب مازن؟ ليه؟ طب ده مازن ده اخويا وبحبه. ها؟ بحبه. بحبه. ويلا الجولة الثانية لمازن. حاجة صعبة بقى. ما بصش انا بقول. بس كان سؤالك حلو قوي. لميس محسن. مش محسن ده اللي بيرمي. لو خيروك تاكل فلفل حار ولا بيضة نية؟ الاثنين اصعب من بعض. بيضة نية. ايه؟ بيضة نية. دلوقتي لواحد نروح واحدة. فلفل. هتاكل الاتجاه اللي انا هجيبهولك. فلفل. خليك انت قد التحدي يا مازن. قول انا قد التحدي. انا قد التحدي. ماشي هات له ابن التحدي. اتفضل يا مازن. سيبه بقى وتعالى. انا عايزك كيف ارمش. لا سيبه سيب ارمش ارمش يا باشا. اتفضل. ماليش دعوه انا لازم تاكل قطمتين منه. ايه؟ اقطم. اقطم ازاي؟ وخليك قد التحدي. اقطم. ازاي؟ كل. كل أيوة, أيوة, ايوه 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 ورينا الحته اللي انت قطمتها. ايه امضغ صغيره مش عاجباك. بعد القطمه في مضغ. ورينا كلت دي يا مروه. كانت مرتين. لو سمحت كل قطمه ثانيه عشان تبقى تكمل النص اللي انت قطمته. حمي صحه صحه وعافيه. حمي لا ما تقولش يا جدع. هتوريني كده زقه. وريني كده وريني يا عم. ده انا اكلته هو مفيش حاجه. ده حامي كذب. مش حامي يا كداب. طب والله حامي. مش قوي والله حامي. وكده النتيجة 2-2 ويلا بينا على الجولة الثالثة. وانا جيت بالجولة الثالثة ليك يا مروان. بص يا مروان جنى اسلام بتقولك لو خيروك تاكلي تقولي لاخوكي انت حمار او تاكلي ليمونة. اخوكي مازن انت حمار او تاكلي ليمونة. براحتك. قررتي ايه؟ ايه رأيك يا مازن؟ جانا اسلام صديقه البرنامج. مش هقدر اكلمها. ليمونه. طيب ليمونه بدل ما بس خلاص بدل ما اشتمه حرام يعني. ما ينفعش ليمونه. شفت شفت ما ينفعش. شفت, شفت, شفت الانسانيه والقلب قد ايه انسانه يا ماما. مش هو اكبر مش هو اكبر مني يبقى لازم احترمه. الله اكبر. شوف شوف. طب ليمونه اسهل بقى. يلا انا ها مرام جبت لك الليمونه. دي اكلها كلها دي ولا ايه؟ بعد ايه؟ اه ماشي ماشي كليها كليها. يوي يوي ده انا اكلها بايدي يا ده تقطمي مش هتعصري. اقطمي حته باشراح. اقطمي حته باشراح. حته اه. منديل لو سمحت. ويلا الجولة التالتة على مازن. يلا احمد الحو بقى الحلو الحو انا مش فاهم اسمه بصراحة. المهم لو خيروك يا مازن تحط مكياج على شفايفك لاخر الفيديو ولا تلحس قعدة الحمام؟ في عيني على القرف. اظن انا كده بقى ايه وصلت الرسالة. بس قوم بقى وسيبه يخطر. معاك 30 ثانية. احط لك رز. مش احط لك رز. احط له حتى قلبي كده. قلبي كده. ها بس انا اللي احط لنفسي. لا هي اللي هتحط لك. لا مكتوب هي اللي تحط لك. ما اكلتهاش اللي مكتوب تحط لك ولا مكتوب تحط لك؟ لا ما مش مكتوب. لا تحط 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 على شفايفك. الكلام على شفايفك بس كده كده هتبقى شفايفك يعني عادي. وتكمل بيه باقي الفيديو. انا اللي احط له ولا هو يحط لنفسه يكمل بيه باقي الفيديو. ايه الجواب النهائي يا مازن؟
المكياج. خد المكياج اهو. احلى رجل احلى بنت. انا بحب الخلاصه. ايوه كده. دم شفافه كده. حطه كده مره واحده. لا ما انت كده لخبطتني بقك كده. ايوه انت كده فل. ورينا كده قرب من الكاميرا. ايه شكله ايه؟ وحش. جميل جميل. بجد حق له. وهيكمل بيه الفيديو. لو اتعمل بيه نفس كده يا بس جبار. هو نفذ لو خيروك بتاعته يعني كده النتيجه كام؟ ثلاثة ثلاثة. احلى مازن بالرش في الدنيا كلها. الجوله الرابعه. بص يا مروان ايدك شيلها لو سمحت. ايوه خلينا نشوف النيو لوك ده. لو اتنفح بس الزيادات هيبقى شكل بنت السكر. بصي حسين رمضان بيقول لك لو خيروك تاكلي 3 معالق ملح ولا تاكلي 5 معالق كاتشب. 3 ملح ولا 5 كاتشب؟ الثلاثة انيا من بعض. انا طب ممنوعة من الكاتشب ومامتي منعاني خالص من الكاتشب لانه بيبقى وحش. طب انا اعمل ايه في المصيبة؟ تاكلي ملح. والملح ممنوع منه برضه. مش ده انا مش عارفه اكل ايه بالظبط. ما انا ممنوع حتى الدكتوره منعاني. انا اعمل ايه طيب؟ تهيألي تاكلي الكاتشب. ملح والملح قهوه. الكاتشب قهوه متهيألي يعني. الملح قهوه طبعا. تتهزرني. انا لو مني كنت اكل ملح. كاتشب. كاتشب اوكي. كاتشب. هتلاقي الكاتشب. عايز تموتها انت تخلص منها انا عارف. بس الروج هياكل من بقك حته. خمس معالق طبعا. مش عارفه معلقه كده. انا اصلا قرفانه منه. واحد. ايه ده كمليها الاخر. كمليها دي لسه انت كده مكملتهاش. واحد يلا اتنين. لا لسه. ايه ده لسه. اما انت شرير كده ليه؟ المعلقه انا شرير. سؤال صعب ما حطيت له سؤال. او يا ادهم انا هتضرب. واحد يلا. حتى اللي ما بتخلصوش اهو. تانية. التالتة. التانية. دي التالتة حبيبي. التانية. كولي. انت فين مازن؟ هي التانية. سؤال صعب لو سمحت. التالتة. يلا التالتة اللي باقية. كل الرابعة. ماشي ماشي الرابعة دي. يلا الرابعة دي ايه؟ يلا الخمسة. رابعة كل الخمسة. ولا اكبر دماغي. رابعة. يلا يا منزل الجولة الرابعة. وليد عادل. عادل يعني عادل. تمام. لو خيروك تاكل 5 معالق ملح ولا تخلي حد يضربك بالقلم. كلهم عايزين يتضرب بالقلم النهارده. اختار. هو هي هو قال السؤال بيقول حد يعني محددش مين. محددش مين. لا حدد. اختار يعني. سيب التليفون كده. اضربك انا يعني. سيب التليفون. انجز. انجز يلا عشان مازن حبيبي. بس مش اكتر. بس كده. ايوه عادي. ما احنا ما قالش قلم جامد. هو قال يتضرب بالقلم. مش شرط قلم جامد او قلم مش جامد. بس خلاص. القلم اللي بيتاخد لازم يتضرب جامد. لا هو احنا عندنا كده. انا عندي تسامح مع مازن. قلم حنين. انت حرين. مش هو جولتي خلاص. هو حر فيها. كده النتيجه 4 4. يلا مروان الجوله الخامسه. بص يا مروان لو خيروك تاكلي معلقه ملح او تنكشي شعرك. يا مروان ماذا اختار يا جماعه؟ محدش يقول لها حاجة. تاكلي معلقة ملح. محدش يقول لها حاجة. هو قال ايه؟ مع كم معلقة؟ تنكشي شعرك ولا تاكلي معلقة ملح؟ اختار سؤال تاني. صح. محدش يقول لها طبعا حاجة. يعني طبعا ان انا مصور ما ينفعش ان انا اعمل شعري. طب ما عادي ما انا حطيت معلقة ملح. معلقة ملح؟ طب ده حاجة في الوش. معايا عارف. يلا. خدي يا مرومي. يلا الأخيرة المرومي. حلوه. انت حطيتي ايه كده؟ ذره؟ استنى كده. لا مالك مازن احط لك شويه. احط لك شويه. لا بلاش شويه. لا لا ما طيب مازن. الويندو.
طلعتش مرضية. ايه ده؟ دي حلوة؟ ايه ده؟ لا ما تنفعش طبعا. ايوه حلوة دي. ماشي يلا. المهم ان انت مرضي يا مازن. حطي طبق. يلا الجولة الأخيرة ليك يا مازن. لو خيروك استنى بس ما قلناش الاسم الأول. تودي إسلام. تودي اسلام يا جودي. يا جودي اسلام. او تودي ماشي. جودي 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 اسلام. لو خيروك تاكل ارز باللبن بالملح او اندومي بالتوابل مع شوكولاته. رز باللبن وعليه رشه ملح او اندومي بالتوابل على شوكولاته. اقول لك رايي ولا رز باللبن. رز باللبن الملح مش هيعمل معاه حاجه. رز باللبن وملح. رز باللبن وملح. كين جاهي جاري التحضير. اتفضل يا مازن. الرز اللبن وادي الملح. حطيت نقلي يا حاسه ان هي تبقى صعبه بس استحمل. استحمل يا اسهل كده حلو؟ لا طبعا زود شويه. اتديك اتديك انا كده. قرب لنا معلقه سنه معلش. لا ماشي ماشي مرضي. انا مش مرضي. قلبهم في حته وكل منها. مش هيجي الملح كله مع ال. ما هو قلب حته صغيره ياكل منها. بالفهمه بيقرقش. بس طعمه حلو. حط معلقه تانية وكل خلاص. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو تشوفوا لايك وشير وتشتركوا القناه. مع السلامه.